مرحبا، بداية النشرة مع العناوين. لبنان يتسلم صيغة الترسيم النهائية في الساعات المقبلة. المصارف تستأنف العمل وفق الآلية الأخيرة التي وضعتها. قطر تفتح الباب للكفاءة اللبنانية قبيل أيام من مونديالها. الثانية وربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. البداية من ملف الترسيم وجديد هذا الملف مع الزميلة جوال بيونس. جوال، خطوات وإجراءات جديدة بملف الترسيم، وكان الأبرز الاتصال يلي امبارح حصل من قبل الوسيط الأمريكي آموس هوكستين برئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، ويلي خواتيم هذا الملف المرتقبة بين الساعات القليلة الآتية. مزيد من التفاصيل معك جويس. ألخص المشهد بأنه ساعات حاسمة بانتظار لبنان واللبنانيين في الملف الأكثر حساسية والملف الذي انتظره الجميع على مدى 10 سنوات. امبارح كان في تطورات إيجابية جدا تمثلت كما ذكرتي بموضوع البيان اللي صدر عن قصر بعبدة، عن القصر الجمهوري، وكان شرح ما دار في الاتصال الذي تلقاه رئيس الجمهورية بالأمس من الوسيط الأمريكي، وفي كان إعلان لختام المفاوضات وهذه كانت النقطة الأساسية، وكمان كان في إشادة بطريقة إدارة فريق رئيس الجمهورية لهذا الملف بحسب ما أتى بتعبير هوكستين الوسيط الأمريكي. اليوم ما تمكن من الحصول عليه من معلومات ومن مصادر موثوقة جدا تكشف بعض هذه المصادر ما دار في الاتصال، ما لم يعلن من اتصال هوكستين برئيس الجمهورية بالأمس. وتقول هذه المصادر بأنه هوكستين أبلغ بالأمس الرئيس عون بأنه نقاط النقاش يعني في الأمور لم تعد في الجمل، يعني ما بقى عم يبحثوا بجمل طويلة وعبارات طويلة، ولكن بتنا أمام انحصر النقاش يمكن بكلمة أو كلمتين تنكون دقيقين، وهيدي الكلمة أو الكلمتين لا يزال النقاش فيهم بحسب معلومات الأو تي في حتى هذه الساعة. وبالتالي ترجح مصادر مطلعة أنه ما تكون هالكلمة أو اثنين هي أن ترجع تطيح بهذا الاتفاق، وبالتالي كل الأمور تتجه إلى ما قد ينتج عن هذا النقاش ببعض النقاط يعني أو الكلمة الاثنين العالقة اللي عنده هيك علامات استفهام حول يمكن الطرف اللبناني. وبالتالي ننتظر ونترقب أن تصل الصيغة النهائية والمرجحة بحسب معلومات الأو تي في أيضا اليوم مع تقدم الساعات، بانتظار أن ينتهي النقاش من يمكن هذه النقطة أو النقطتين. وبالتالي الأرجح أن يتسلم الجانب اللبناني الصيغة النهائية لهذا اقتراح اتفاق الترسيم اليوم مع تقدم ساعات هذا النهار. هذا التسلم سيتم بطبيعة الحال، وسيط الأمريكاني آموس هوكستين سيسلم لنائب رئيس مجلس النواب الياس مصعب الذي قاد كل هذه المفاوضات، وللإشارة كمان طبعا من بعد نائب رئيس مجلس النواب رح يسلم لكل الرؤساء، وقد يكون هناك اجتماع ما بعرف لأنه رح يكون هناك موقف يمكن لبناني موحد من الصيغة النهائية ومرجح كمان مع الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. للإشارة كمان جويس إلى أنه بحسب معلوماتنا أنه في خلال هذا الاتصال اللي حصل بالأمس بين هوكستين ورئيس الجمهورية، يعني أشاد هوكستين تحديدا بجهود التي قام فيها نائب رئيس مجلس النواب، وقال على مسمع رئيس الجمهورية بأنه لولا هذه الجهود الذي قاد الياس بوصعب معي لما كنا
قدرنا نتوصل لما توصلنا له من ختام هذا التفاوض على جهود ماراثونية يعني استمرت ليلا نهارا، وكان الجميع جايس يقول بأنه الأمور ذاهبة باتجاه السلبية، كان الأمر سري للغاية لجهة لبنان، صمت تام، كان فقط عمل من قبل الوسيط الأمريكي مع المكلف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. أيضا أريد أن أشير إلى بعض يمكن مضمون ما قد يتم الاتفاق عليه، لأنه طبعا لنكون دقيقين أنه هالنقطة أو النقطتين اللي عم يتم النقاش فيهم جويس بدنا ننتظر نتيجتهم، نتيجة النقاش، لأنه ممكن أنه يرجع يأخروا هذا الاتفاق، وممكن أنه لا نروح أمام خواتيم سعيدة. مشان هيك بنبقى حذرين حتى اللحظات الأخيرة بانتظار طبعا الموقف اللبناني من جهة والموقف الإسرائيلي من جهة أخرى. أما في مضمون ما أقله حتى اللحظة تم الاتفاق عليه أنه لبنان طبعا حافظ على حقوقه كاملة ولا مس بالحدود البرية وخط الطفافات. لبنان لم يعترف أو خلينا نقول لم يستسلم لهذا المطلب الإسرائيلي، والنقاط العالقة بقيت جانبا، وضعت جانبا لحين البت أو لحين يعني أن يحين موعد ترسيم الحدود البرية. هذا في الشكل يعني في الخطوط العريضة من مستجدات الترسيم في هذا النهار. إذا بملخص سريع، حتى اللحظة لم يتسلم بعد الجانب اللبناني الصيغة النهائية لهذا الاتفاق من بعد ختام المفاوضات. لا تزال نقاش على نقطة أو نقطتين، متوقع أن يستلم لبنان الصيغة خلال الساعات المقبلة، والاتصالات جارية، لا تزال جارية على قدم وساق بين نائب رئيس مجلس النواب والوسيط الأمريكي آموس هوكستين وصولا لهذه الصيغة النهائية. والمصادر وصادر مطلعة على الجو على هذا الملف تقول لا نتوقع أن تشكل هاتين النقطتين أو هذه النقطة العالقة تأثير كبير على مسار الاتفاق، وننتظر أن نتسلم الصيغة النهائية مبدئيا ومرجحة اليوم إلا في حال حصول أي مفاجأة. وللختام أقول بأنه رئيس الجمهورية اليوم كان له كمان لافت، كلام لافت جدا، عندما قال رئيس الجمهورية في خلال استقباله اليوم يعني في قصر بعبدة، يقول أنه نأمل في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود خلال أيام بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة. نعم شوطا متقدما، وقال أن الفجوات تقلصت التي تم التفاوض. ختاما بملف أدرك هذا الأمر جويس، أدرك بس ختاما مشان هيك شرت له. نعم شكرا لك الزميل جوال بيونس على هذه المعطيات، وعلى أمل إتمام هذا الملف بقيادة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وفريقه المفاوض. وكان أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لبطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك المطران روفائيل البطريرك روفائيل بيدروس 21 من السيان أنه يأمل في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين شوطا متقدما، وتقلصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي. واعتبر الرئيس عون أن الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي. ونوه رئيس الجمهورية بالدور الذي يلعبه أبناء طائفة الأرمن الكاثوليك إلى جانب أبناء الطوائف الأخرى في المساهمة باستعادة لبنان لعافيته في أسرع وقت ممكن. من جهته توجه البطريرك ميناسيان إلى الرئيس عون بالقول: لقد ضحيتم وخطرتم بالكثير من أجل الوطن، وذلك منذ أن أخذتم على عاتقكم قيادة مسؤولية قيادة هذا الوطن، بداية بجيشه الباسل حتى تسلمتم كرسي رئاسة لبنان الذي يمر بفترة متقهقرة لا يحسد عليها، والتي دفعتكم إلى أخذ مواقف ثابتة وشجاعة لمصلحة وطننا لبنان. لذا أردنا اليوم أن نزوركم ونشكركم على كل ما فعلتموه لهذا الوطن ولشعبه الصامد. وأطلع البطريرك ميناسيان رئيس عون على أهداف زيارته إلى روما. زيارتنا لفخامة الرئيس كانت زيارة ودية، وبهالمناسبة حبينا أن نعبر عن سبب سفرنا إلى روما، لأنه راح تباشر بدعوة قداسة
الكاردينال غاجانيان اللي كان بطريرك الأرمن الكاثوليك في السنين الصعبة الماضية، واللي كان شخص من الأشخاص اللي اشتغل في سبيل نجاح واستقلال لبنان. فلذلك حبينا أن نكون بهالمناسبة زيارة ودية لفخامة الرئيس، ونتمنى كل النجاح والثبوت لمستقبل أبهر والنجاح لهالبلد اللي هو وطننا لبنان. جمعية المصارف تعلن مواصلة نفس الإجراءات التنظيمية والأمنية بما يتعلق بعمل المصارف. المزيد مع الزميل جورج عبود. جورج، يعطيك العافية. في بيان صدر عن جمعية المصارف مع التذكير أنه يبدو ستقفل أبواب كما كانت بالأسبوع الماضي، ولكن مع بعض الإجراءات الجديدة. المزيد من التفاصيل معك، تفضل جورج. الله يعطيك جويس لإلك ومشاهدي الأو تي في. يبدو أنه مشهد اصطفاف المواطنين أمام الصراف الآلي من أجل سحب أموالهم باقي ويتمدد، فإقفال كافة فروع المصارف على امتداد الوطن مستمر. بعد الجدل حول استمرار إضراب المصارف من عدمه، الأبواب ستبقى مقفلة حتى إشعار آخر، وذلك بعد سلسلة من عمليات الاقتحام لأكثر من فرع، سعيا وراء تحصيل الودائع بالدولار الفريش ولو حتى بالقوة. يعني جمعية المصارف كانت أصدرت بيان أوضحت فيه أنه بما يختص الأيام القادمة المصارف رح تتابع بنفس الإجراءات التنظيمية والأمنية، أي الاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن وتحديدا للشركات بالوقت الحاضر، على أنه يتكفل كل مصرف بالإجراءات التنظيمية الخاصة فيه ضمن هيدا الإطار. وبالتالي جويس، هون هيدي الإجراءات يلي عم نحكي عنها بتكون هي بأخذ موعد مسبق للشركات وليس للأفراد. الأفراد فقط عم يقدروا عبر الATM أنهم يسحبوا البعض من أموالهم أو من معاشاتهم. هون بيبقى لابد من السؤال، هل بشكل إضراب جمعية المصارف بلبنان ما حتى إضافية بالكباش القائم حول توزيع الخسائر في ظل الوضع الاقتصادي الصعب؟ وهل إضراب المصارف هو بنتيجة تقاذف المسؤولية بين الأطراف المعنية بحل هذا الموضوع وأيضا الماسكة زمام القرار الاقتصادي؟ أكيد تفاصيل إضافية جويس عن هذا الموضوع ضمن تقرير بنشرة الأخبار المسائية. جويس، شكرا للزميل جورج عبود على هذه المعطيات، وأكيد رح نكون بتفاصيل أكثر مثل ما ذكر بنشرة أخبار المساء. أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه اتفق مع المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم لتسهيل أمر جوازات السفر لمن يحتاج ذلك ممن يتم توظيفهم في السوق القطرية. وتابع بيرم بجهد كبير جدا تم إنجاز المنصة بصيغتها الجديدة المطورة، وهي منصة وزارة العمل، وهناك خانة في الداخل خاصة بالسوق السوق القطري. ولفت إلى أن الشركات الخاصة القطرية تدخل إلى منصة وزارة العمل لتنتقي من تريد من المتقدمين للوظائف، ولا دور لوزارة العمل اللبنانية في عملية التوظيف. هذا تعاون بين دولتين شقيقتين ما له علاقة بهجرة. نحن ما منقول للشباب يهاجروا، نحن بدنا الشباب نأمن لهم وظائف ببلدهم، بس هيدي فرصة لقلهم للشباب، بتكسبهم تجربة، بتكسبهم خبرة، وأيضا بتكسبهم شيء مادي هن بحاجة لقلوا بهيدي الفترة. المونديال القطري هو أولوية عندهم، وأكيد نحن كمان نهتم بهذا الأمر. نحن معنيين أنه ننجح هذا المونديال القطري لأنه حدث عالمي، فكتير مهم نحن نساعدهم بهذا المجال، والاستفادة متبادلة. لذلك تم الاتفاق مع وزير العمل القطري على أنه بده يجي وفد إلى لبنان بمنتصف تشرين، منتصف هذا الشهر. بس لرجعنا على لبنان صار في، كنت عم بحضرهم كتاب ليجوا، تفاجأت أنه لا، الظاهر أنه الأولوية عندهم أكثر استعجالا، فألحوا أنه يجي الوفد التقني قبل هلأ. فعلا إجا الوفد التقني منذ أسبوع، التقيت فيه 3 مرات. أنا مهدت لهذا الأمر باجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، واتصلت بعدد من الوزراء المعنيين في هذا الإطار، وأيضا صار في تواصل مع اللواء عباس إبراهيم حتى نسهل لهم. أنا تلقيت المباركة من صاحب الفخامة ومن دولة الرئيس وكل التسهيلات اللازمة، وأيضا اتفقت مع اللواء عباس إبراهيم لتأمين كل التسهيلات المرتبطة بالتأشيرات والجوازات فيما يتعلق بملف التوظيف القطري.
في الملف الصحي، الكوليرا والخطر من انتشارها أصبح من أبرز اهتمامات اللبنانيين اليوم، فما هي أبرز سبل الوقاية والعلاج؟ تقرير أدمى فرح. الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة تصيب المعدة وتنتقل عبر الأيدي أو المياه أو تناول الأطعمة الملوثة، وتتسبب بإسهال حاد وقيء قد يؤدي إلى جفاف الجسم. هيدي المعلومات وزعتها وزارة الصحة من خلال منشورات بالتعاون مع يونيسف ومنظمة الصحة العالمية. فما هي أبرز طرق الوقاية من الكوليرا وما هي خطورة هذا المرض؟ الأول إجراءات الوقائية من الكوليرا كان لازم أنه ما يصير عندي الكوليرا. يعني خلينا بس نتشوي بالكونتكست تبعها. الكوليرا هي في حال وصولها لمناطق مكتظة بالسكان مثل مثلا المخيمات، وبيكون بقلبها ما في صرف صحي مفصول عن مية الشرب، سرعة الانتشار بصير كتير عالية. ومشان هيك صار في 10,000 حالة بسوريا. هلا السؤال، من هال10,000 حالة بسوريا كم حالة وصل على لبنان وعلى أي محلات؟ هيدا بتحدد إذا رح يكون كبير الأوت بريك. إن شاء الله يكون حظنا منيح وما يكون عدد الحالات اللي وصل كبير، بس نقدر يمكن نوقف انتشاره. بس في حال انتشر نحن لازم ننتبه ساعتها على كل شيء بعثوا له أوروفيجال ترانسميشن. يعني هو البكتيريا موجودة بالاستفراغ والخروج تبع المصاب. هيدي فيها تروح من مية المجرير على الأكل، فيها تروح بالناس اللي بيشتغلوا بالمطاعم، فيها تروح يعني بدك تنتبهي على اكلك ومايتك. الماي اللي بتشربيها بكون اكيد انه ماي نظيفه، والاكل اللي عم تاكليه بتتاكد انه اكله انه ملوث. دكتور عيد، الكوليرا ما لها طعم، يعني ما في، نحن مش مطعمين قبل نحن وصغار او مطعمين اولادنا او محصنين من هذا الموضوع. لا، هو منه ضمن الطعوم اللي بتستعمل عند الاطفال، لانه بالدول المتقدمه عمليه فصل ميه المجرير عن ميه الشرب والإيجيان اللي انعملت عملت أنه هذا المرض ما بيصير. يعني تتخيل الكوليرا بأوروبا وأمريكا ما فيها تصير. الكوليرا بتصير بس بالدول اللي عندها مشكلة بزبدك الصحة العامة الأولية، يعني ما بتصير إلا بكونديشن معينة مثل حكيت عنها. من هيك ما بيطعموها بطريقة سيستماتيك، ما بيطعم بطريقة دورية. في طعم بس أكيد مش هتطعم كل اللبنانيين ضده. والتين اصلا في شورتج عالمي في الطعم، يعني منه موجود بكميه انتاجه كتير قليل ومنه متوافر وقت حالي. سو بتخيل انا عمليه التطعيم هذه، اول شيء لانها بطيئه، وثاني شيء لانه من غير متوافر. هذا رح يكون يمكن السلاح الاخير اللي اكثر صدام ما رح نستعمله. السلاح الاساسي هلا هو انك تقدر تعمل شيء اسمه كونتينمنت. يعني كيف فلنرجع نذكر شوي، كيف بكورونا بأول كورونا كان لما يصير في حالة بمطرح معين تروح تعمل تريسينج، تشوف مين اللي حواليه كان للشخص، وتتأكد إنه كلهم عزلتين وحكمتين لما يعدوا حدا ثاني. هيك لازم تعملي هلا بالوقت الحالي لا تقدر تلقطي كل المصابين وتوقفي الانتشار. إلى أي مدى خطورته هذا الموضوع؟ يعني إلى أي مدى ممكن يؤدي إلى الوفاة؟ ممكن يؤدي إلى إصابات، يعني إلى أخطر من هيك؟ وشو العلاج المتوفر له؟ هلا هو الكوليرا له خطورتين. اول شيء الخطوره لانه الدياريه بتصير كثير قويه وكثير بسرعه. سو اذا في شخص كثير كبير بالعمر ممكن يخسر كميه ماء بسرعه هائله، مما يؤدي الى حاله نشف جسمه وبيلعبوا الالكترونيت وبصير في حالات وفاه من وراء سرعه الدياريه. وكمان فيك تشوفيها عند الاولاد كثير صغار. هاي من ناحيه خطورته كمرض. خطورته الثانيه كوباء هي رح تكون ناتجة عن عدد الكبير من الحالات. يعني إذا بيجيك حالة بيجيك 10 حالات بتضل تلحق عليهم، لأنه كلهم حاطينهم مصل وتعبيهم ماي بسرعة. بس إذا عندك 100 واحد ما بتقدر تلحق عليهم. فهون الخطورة شغلتين، هي خطورة عند فئة معينة هن كبار السن وصغار السن اللي فيهم ينشفوا من الماي بسرعة، والخطورة الثانية إنه يجيك عدد كبير من الحالات وما تلحق عليهم. إذن وبحسب الاختصاص بالأمراض الجرثومية دكتور عيد عزار، فإن الكوليرا هي إشارة إضافية إلى تآكل النظام الصحي بالبلد، لاسيما في حال انتشاره، وإثبات إضافي على أن النظام الصحي الأولي غير فعال، والمطلوب هو الحد من الانتشار وترصد الحالات.
بالعودة إلى المشهد السياسي المحلي، إن كان بملف الترسيم وإن كان بالانتخابات الرئاسية، برز موقف منذ لحظات لمتحدث باسم الخارجية الأمريكية أولا عن مفاوضات الترسيم، وقال ملتزمون بالتوصل لحل ونعتقد أن اتفاقا مستديما أمر ممكن وفي متناول اليد. وكان هناك أيضا موقف من أن الولايات المتحدة تدعو إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفي حينها بحسب الدستور اللبناني. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر انستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.